10 أعوام انقضت على عزل محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق بعد خطاب الرئيس السيسي في 3 من يوليو عام 2013. تبعته احتفالات المصريين فرحا بانقضاء فترة الإخوان العصيبة بميادين مصر المختلفة. كان يوما سعيدا على المصريين ومريرا على تنظيم الإخوان، دقت فيه الساعات الأخيرة لنهاية الجماعة. ورغم اشتعال الشارع في 30 من يونيو عام 2013 وخروج مظاهرات تدعو من خلالها الملايين إلى عزل مرسي وجماعته عن إدارة البلاد، إلى أنه في مساء 2 من يوليو عام 2013 خرج محمد مرسي على الشعب المصري بخطاب مخيب للآمال، يرفض فيه بشكل صريح وقاطع مطالب المصريين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. عندها رأت القوات المسلحة المصرية ضرورة التدخل لخطورة الموقف، وخاصة مع إصرار مرسي على كلمة الشرعية رغم غضب وثورة الشارع المصري. وفي الوقت الذي دعت فيه القوات المسلحة إلى اجتماع عاجل للقوى الوطنية لحل الأزمة، رفضت قيادات الإخوان الحضور، فيما شاركت كافة القوى السياسية الأخرى في الاجتماع الذي استمر لساعات طويلة في 3 من يوليو، ليخرج بعدها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بخطابه الشهير معلنا تعطيل الدستور بشكل مؤقت وعزل رئيس الجمهورية، وإعلان رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، لينتهي بذلك مخطط الإخوان في مصر وتبدأ مصر خارطة طريق جديدة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.